والبيزل لامينا ده جاي من فين؟ جاي من الاندوثيليال سيلز، يعني الاندوثيليال سيلز هي اللي بتكون البيزل لامينا. ايوه تمام كده، مش كده على واحد تمام. يبقى قلنا الكابيلرز دلوقتي ايه الاستراكشر حاجتها؟ اندوثيليال سيلز ممكن واحده اثنين ثلاثه، بعد كده في بيزل لامينا هي من فين؟ الاندوثيليال سيلز هي اللي كونتها تمام كده. بعد كده ثالث شيء قلناه ايه؟ البيري سايت. ايه؟ بيري سايت ماشي. والخليه بيري سايت هي اللي بتعمل ايه؟ كونتراكشن صحيح تمام. نقول لك كونتراكتايل سيل. ليه كونتراكتايل سيل؟ لان فيها اكتين فيلمنت. اكتبهم كده ورا بعض عشان ايه لما تيجي تذاكرهم تقرا الثلاثه دول. على حسب وجود بريزنس اور ابسنس السيل ستراكشر ماشي، and according to relation of this structure to each other الكابيلاريز دي تنقسم الى ايه؟ ثلاث اشياء ماشي، او ثلاث انواع. ايه هم الثلاث انواع؟ على حسب توزيع الكابيلاريز والاستراكشر او بريزنس اور ابسنس اوف ذس ستراكشر وعلاقه الاستراكشر دي ببعض هنقسمها الى الانواع الاتيه. ايه هي الانواع الاتيه؟ قال لك انت بتقول لي في اندوثيليسز، ادي اندوثيليسز وادي فيها فلات ايه النيوكلس، واحنا قلنا الاندوثيليسز دي ايه؟ سيمبل سكوماس ايبيثيليوم صحيح؟ صحيح كده يا رضا؟ ماشي. وقلنا ممكن يكون في واحده صح؟ تمام. وقلنا ممكن يكون في اثنين صحيح كده؟ تمام كده؟ او ممكن يكون في ايه ثلاثه ماشي. ادي ثلاث خلايا تمام. ثلاث خلايا دول لازقين في بعض، لازقين في بعض، نو سبيس تمام، نو فينستريشن، نو بور ماشي، ما فيش بينهم ايه بورس. الخلايا ايه اتاتش تو ايتش اذر باي تايت ايه جانكشنز، لازقين في بعض تمام. طيب ماشي. يبقى اول شيء هنا قلنا ايه؟ الاندوثيليال سيلز ماشي. هنقول لك ايه؟ نو بورز او نو فينستريشن تمام كده ماشي. وهنقول ايه؟ في تايت جانكشنز بتوين ايه السيلز ماشي كده يا اخوان. طيب ايه الاستراكشر الثاني اللي احنا قلنا عليه؟ البيزال لامينا. قال لك البيزال لامينا ده ايه؟ بيكون ايه كونتينوس. يعني ايه كونتينوس؟ يعني مش انتربتد، يعني مستمر، يعني مكتمل، يعني مش ايه انتربتد كده تمام مقطع، لا ده كونتينوس. بيزل ايه؟ لامينا كونتينوس تمام. اقول لك تاني استراكشر كونتينوس. الاستراكشر النوع الاول. ايوه بيزل. لا ده جنرال استراكشر، ده جنرال استراكشر اوف كابيلاريز ماشي. واحنا هنيجي على حسب الاستراكشر دي هنيجي ايه نقسم الكابيلاريز الى الانواع الاتيه. كونتينوس بيزل لامينا. مش كده متابعين؟ لا اسمنا على اول أنا اسمع. أيوة ما أقول لك اسمه، بس عرف أنت الكريتيريا بتاعته لو ده نوع من أنواع السسبنس ماشي. إحنا قلنا الإندوسيليال دوت عبارة عن إيه ماشي، أتاتش تو إيتش أذر، في بور ولا ما فيهوش بور؟ في بور. تمام. في فينستريشن ولا ما فيهوش فينستريشن؟ طيب البيزل لامينا فيه ولا ما فيهوش؟ كونتينوس بيزل لامينا مستمرة ما فيهاش انتربتد. متابعين يا اخوانا ولا مش متابعين؟ متابعين؟ طب تمام. ثالث شيء قال لك في البيريسايت سيل، البيريسايت سيلز اهي تمام موجودة برانش الاي سيلز تحت الاندوثيليوم، ما بين الاندوثيليوم وما بين البيزمنت ميمبرين خلاص كده. يبقى في ايه؟ بيريسايت. ثلاثة دول ليهم اسم الكابيلاري اللي فيها الثلاثه فيتشرز دول تمام. هنقول لك عليها ايه بواحد. الثلاثه فيتشر دول كونتينوس اندوثيليوم ماشي، كونتينوس بيسمنت ميمبرين ماشي، مع وجود البيريسايت. فهم لقوا كلمه كونتينوس دي كونتينوس اندوثيليوم كونتينوس ايه بيسال لامينا، قال لك هنسميها ايه؟ كونتينوس كابيلاريز. ماشي. ودي الفيتشر ايه حكيتها؟ الكونتينوس ايه كابيلاريز تمام كده. طيب ماشي. قال لك الكونتينوس كابيلاريز دي هي وظيفه الكابيلاريز زي ما احنا قلنا كده في الاول، الاكسشينج اوف
نيوترنت او ماتيريال او اكسشينج الاكسجين تمام كده مع ايه تيشو الاكسشينج الاكسجين والكربون دايوكسيد مع ايه مع التيشو طب حلو وتركي قال لك دي مجفل كيف يتم الاكسشينج للماتيريال مع انها ايه مجفل يعني ايه يعني هنا البلاط اهو ماشي اهو تمام وهنا في اكسجين اهو تمام وادي التيشو تخيل ان هنا في ماسل كده ماشي احنا عايزين الاكسجين دوت يمشي يطلع يروح للمصل دي تمام كيف يروح قال لك الاندوثيليال سيلز دي فيها شيء بيعمل دليفري عارفين دليفري ماشي طيب بيصير ايه دليفري تمام المنزل قول كده يجيبه ايه هو الشيء دوت قال لك الاندوثيليال سيلز دي فيه شيء من الداخل بنسميه ايه بينو سيتوتيك فيزيكال بينو سايتوتيك فيزيكلز ماشي الفيزيكلز دي موجوده وين داخل الاندوثيليال سيلز احفظها زي اسمك تنسى اسمك تنسى ان انت ايه عبد الرحمن وتحفظ البينو سايتوتيك فيزيكل تنسى رضا وتحفظ ايه بول سايتوتيك فيزيكلز ماشي البينو سايتوتيك فيزيكلز دي تمام تعالى ناخد خليه ونكبرها ادي خليه اهي الاندوثيليال سيلز اهي ماشي وادي البلاط موجود هنا ماشي وادي البينو سايتوتيك فيزيكلز ازاي ادي الاكسجين دخل هنا على الخليه كده الاو 2 دخل على البينو سايتوتيك فيزيكلز تمام او النيوترون او اي ماتيريال تمام ماشي وهي ايه تبدا تمشي البينو سايتوتيك فيزيكلز في خلال السيتوبلازم ماشي لحد ما تصل الى السيرفيس الثاني اللي هو مواجه للتيشو اللي هو قصاد ايه التيشو تمام كده ماشي وتروح ايه عامله ريليز للماتيريال اللي هي عشان تروح للنسيج دوت الاندوثيليال سيلز لها تو سيرفيس تمام تو سيرفيس واحد فيس البلط وواحد فيس الناحيه الثانيه الاوتر في السيرفيس فيس التيشو صحيح تمام اللي فيكم عايز تتخيلها جنب تقول لي طب ما هنا مقفوله اهي في بين سايت وفي كونتينوس مثلا ما ده عامل زي المصفى عارف المصفى ماشي المصفى اللي انت بتصفي بيها المكرونه في البيت يا رضا انت عاوزها دي انا زهقانه تمام تحط المكرونه تلاقي فده بيحصل له ايه ديفيوجن من خلال الجسم الممبرين دوت عشان يروح ايه التيشو انا عايزك تعرف ان الاكسشينج اوف ماتيريال او نيوترن تمام بتوين التيشو اند كونتينوس كابيلاريز بيتم من خلال شيء بيسمى ايه بينو سايتوتيك فيزيكلز يبقى هقول لك الاتي ايه هي الهيستولوجيكال فيتشر اوف كونتينوس كابيلاريز اقول له كونتينوس اندوثيليال سيلز ماشي في فينستريشن ولا ما فيهاش اسالكم بتوع المدارس متعلمين فيها فينستريشن ولا ما فيهاش طيب ماشي فيها كونتينوس بيسمنت ايه ميمبرين او بيزل لامنا ولا انتربتد كونتينوس ولا انتربتد تفتوش انت ولا ما تعشتوش ولا نايمين ولا مدومين بقالكم ست شهور ولا ايه بالظبط المصريين طيب ماشي فيها بيريسايت ولا ما فيهاش الاكسشينج بيتم من خلال ايه بيتم من خلال ايه سمعوني بينو سايتوتيك فيزيكلز دي اسمها ايه كونتينوس كابيلاريز لو ان الكونتينوس كابيلاريز دي موجوده وين قال لك موجوده في النيرف سيستم تمام كده موجوده بالماسلز تمام كده موجوده بالكونكتيف تيشو فعشان كده سموها ايه سوماتيك كابيلاريز يعني لها اسم تاني سمى لها ايه سوماتيك النير من مصر وين كونكتيف تيشو تمام كده طيب عرفنا ده اول نوع من الكونتينوس كابيلاريز انا حاسس ان انتوا نايمين ولا انا اللي نايم نايمين انت صاحي ده اول نوع تعال نشوف النوع الثاني هذا الاندوثيليال سيلز احنا قلنا كام واحده موجوده في الكابيلاريز من واحده الى ثلاثه ممكن واحده ممكن اثنين ممكن ثلاثه ماشي طيب حد يوصف دي كده يقول لي دي فيها ايه الفرق بين دي ودي دي لها بولز في فينستريشن ايه تاني ما فيش بيريسايت تمام كده ايه تالت ما في اندوثيليال سيلز ايه
ما في نيكلاس الكلام الثاني. ارسم لك والله ارسم. مفيش خلية، بص مفيش خلية من غير نيوكلس. الأولي نون نيوكليتد سيلز بريزنت إن ذا بودي الآر بي سيز. خلاص؟ طيب ماشي. فيها بقى فيها نيوكلس اللي هو بتاع واحد، ولينا شيء تاني. لا كويس والله. مفيش تاني تمام كده، ماشي. بص عليها بليز وأنت بتقسم الكابيلاريز، شوف عندك ثلاثة استراكشر إحنا اتفقنا عليهم. إنديوسيليا سيلز كونتينوس ولا بيزال لامينا بيريسايد، تمام كده. دول الثلاث استراكشر الاساسيين في الكابيلاريز. بص عليهم على حسب وجودهم، دي موجوده او مش موجوده، على حسب علاقتهم مع بعض، تمام. بنقسم الكابيلاريز. الكابيلاريز اللي انت شايفها دي في بورز، يعني بيقول عليها في فينستريشن، تمام كده، مفيش بيريسايد وفي كونتينوس بيزال لامينا. فالكابيلاريز دي سموها ايه؟ فينستريتد كابيلاريز. نفس ما سمعنا. نعم؟ نفس اللي كانت معنا فاتت البلوكيه. ايوه هنقول دلوقتي، ماشي؟ دي اسمها فينستريتد كابيلاريز. خلاص كده؟ طيب بص على شيء تاني، فرق ما بينها وما بين الكونتينوس كابيلاريز، واصحوا ان الاشياء دي مهمه. اروح كده بعيد عنك. دي اشياء مهمه. ها؟ ما تتفزز هنا. ما فيهاش بينو سيتوتيك فيزيكلز. خلاص كده؟ يبقى قلنا ما فيهاش اتنين، ايه هما؟ ايه هما؟ بيريسايت. ها؟ وايه تاني؟ بينو سيتوتيك فيزيكلز. خلاص كده؟ طيب امال الاكسشينج اوف ماتيريال بيتم كيف؟ يا اخي ده بحر اهو، تمام؟ ادي البلاد اهو، تمام؟ يطلع يا عم هنا كده وهيس، ماشي؟ في بول، في فينستريشن. خلاص كده؟ تمام. يبقى دي اسمها فينستريتد كابيلاريز. قال لك ايه؟ قال لك طب ما هي فينستريتد كده، سايبينها كده البحري. انت ايه طلعت البر ورحت ايه نصب الخيمه بتاعتك، جو حر، رحت خالع ايه منزل ايه هدومك وقاعد ايه بالسروال، الحر اشتد اكتر خالع السروال، وفاتح الباب بتاع الخيمه كده على الشارع، تقول لك اه ممكن حد يشوفني، تروح جايب ايه منزل الستاره كده او شيء، صحيح؟ قالك الفينستريتد كابيلاريز ممكن يكون على الفينستريشن، ماشي، ممكن يكون فيه ستاره دايفرام، ماشي، وممكن ما يكونش فيه دايفرام. يعني ايه؟ يعني ممكن الفينستريشن دي تكون مغطيه بدايفرام ودي كابيلاري لحالها، يعني في كابيلاري بيكون لها دايفرام كده، ماشي، وفي نوع تاني من الكابيلاريز ما تحصلش فيه دايفرام، يبقى فينستريشن وزاود دايفرام. يبقى في تو تايبس من الفينستريتد كابيلاريز، ويز ويز اوت، تمام كده، ويز دايفرام ويز اوت، ايه دايفرام، ماشي. طيب قلنا ايه؟ في فينستريتد اندوسيليسز كونتينوس بيزا لامينا ولا انترابتد، كونتينوس ولا بيزا او انتر ولا انترابتد بيزا لامينا. على فكره لو فيكم سر يعني ان شاء الله باذن الله ممكن تكون اخر محاضره اعطى لكم العام، خلوني كده افتكركم بذكريات طيبه ده، ماشي. طيب يلا كونتينوس ولا انترابتد بيزا لامينا. بالفلسطين كده بذكريات انترابتد بيزا لامينا. كونتينوس يبقى كونتينوس ولا انترابتد بيزا لامينا. في بيريسات ولا مفيش؟ طب تمام. في دايفرام ولا مفيش؟ ممكن فيه وممكن ايه مفيش. الفينستريتد كابيلاريز بتكون موجوده وين؟ وين المثال بتاعها؟ اول بلوك اندوكراين، ماشي، اندوكراين سيستم، اندوكراين اند ريبرودكتيف عشان ايه فيصل خالد ما يزعلش، ماشي. طيب وتكون موجوده وين تاني؟ الكدني، ماشي كده شباب، تمام. يبقى الامثله بتاعتها ايه معروفه، ودي الفينستريتد ايه كابيلاريز. ندخل على النوع الثالث. كام اندوثيليال نيوكلس يا واحد؟ نيوكلس.
حد يقول لي ايه الاستراكشر اللي هو شايفه كده؟ يلا ايه الفرق بينه وبين دي او دي؟ هل انا لو دي اكزامبل قول قول يا رب اتفضل. الباس اللي عملنا السكريبت ريوس ايوه ما فيش ديفرام ما فيش بيرسايت ما فيش بيرسايت ايوه ما فيش بين سيتوتيك فيسيكل ها ايه تاني طيب بص تمام ماشي مشكورين بص هنا الاندوثيليال سيلز ديسكونتينوس ماشي ومش رسمها بالترتيب زي كده فنقول لك ايه تيرشوس باس تمام يعني ايه الريجولر باس مش مترتبه كويس ماشي ومفيش دايفرام ماشي مفيش بريسايت خلاص كده مفيش بينوسيتوتيك فيزيكلز بديهي يعني بينوسيتوتيك فيزيكلز موجود عشان ترانسبورت هنا ده مفتوح على البحري خلاص يبقى مش محتاجين ايه بينوسيتوتيك ايه فيزيكلز في ديسكونتينوس بيزل لامينا البيزل لامينا ايه ديسكونتينوس تمام كده فدي بنسميها ايه دي بنسميها ديسكونتينوس كابيلاريز ليها اسم تاني قال لك اه بنسميها سيناسويدال كابيلاري سيناسويدال ثواني هتقول لي اجاوب سيناسويدال ايه كابيلاريز ودي موجوده دايما ايه في الاشياء اللي عايزه ايه رابيد اكسشينج للماتيريال تمام او نيوترال او سبستانس او سيلز زي البون مارو ماشي زي الليفر ماشي زي سبلين ماشي فبنسميها سيناسويدال ايه كابيلاريز قلنا ما فيهاش بينوسيتوتيك فيسكلز قلنا ما فيهاش بيريسايت ماشي لكن فيها شيء واقف على البور بس انا رسمتها على البور اهي ده موجوده كده على البور ولها كدني شيفت نيوكليس ومليانه لايزوزوم الخليه دي اسمها ايه ماكروفاج علشان لو في بكتيريا داخله او خارجه لان ده بلط تمام اتكلت في الطازج وجالك ايه انفكشن والانفكشن راحت البلط هتروح هتسايح الدنيا تدمر البتاع فايه الماكروفاج واقفه على البور عشان ايه تاكل اي ايه تسوي فاجوسايتوزيس ليه اني فورين ايه بارتكلز يبقى اللي فيكم جاي متاخر انا هعطيك سمري ماشي عندنا ثلاث انواع من الكابيلاريز هي ايه الكابيلاري الاول قال لك الكابيلاري عباره عن اندوثيليال سيلز ممكن تكون واحده او اثنين او ثلاثه يعني ممكن الاندوثيليال سيلز تحصلها واحده او اثنين او ثلاثه الاندوثيليال سيلز دي بتكون رولد اوت يعني ملفوفه عشان تشكل انبوبه تيوب لايك تمام يعني تخيل دي انبوبه ينزل ده تحت كده تمام هتلاقيها ايه تيوب لايك في بيزل لامينا قلت لك انا البيزل لامينا جاي من فين جاي من الاندوثيليال سيلز هي اللي كونت البيزل لامينا يبقى الاندوثيليال سيلز هي اللي اعطت هي اللي بتكون هي السبب في الفورميشن او البرودكشن اوف البيزل لامينا بعد كده في خليه بنسميها ايه بيريسايت البيريسايت هي اللي بتتحكم في الكلوزنج والايه ري اوبننج للكابيلاري تمام لان فيها اكتين فيلامنت تمام كده وهي برانشد ايه سيلز بتمسك الايه الكابيلاري بتحضنها وتدوس عليها فتخليها ايه كلوز يبقى فيها ايه بيريسايت يبقى عند الكابيلاري فيها اندوثيليال سيل بيزل لامينا بيريسايت تمام اللي هي ايه مسؤوله عن الايه الكونتراكشن بنسميها ايه كونتراكتايل ايه سيل اكوردنج تو بريزنس اور ابسنس اوف ذس ستراكشر اند ريليشن اوف ذس ستراكشر تو ايتش اذر قسمنا الكابيلاريز الى ثلاث انواع نوع في الاندوثيليال سيلز اهي انا قلت لك ممكن نحصلها واحده او اثنين ادي واحد اثنين ثلاثه يعني او ثلاثه ماشي ملفوفين مع بعض رولد اوت تو فورم تيوب تمام كده الاندوثيليال سيلز دي ادهير تو ايتش اذر with no space or no balls or no fenestration ماشي في بيريسايت سيل اللي هي فيها اكتين فيلمنت اللي هي بتسوي كونتراكتايل سيل اللي هي بتسوي كلوزنج او ايه اوبننج للكابيلاريز لان الكابيلاريز ما فيهاش سموث ماسل كابيلاري فيها سموث ماسل ولا ما فيهاش فيها سموث ماسل ولا ما فيهاش طب ماشي في ايه كونتينوس بيزل لامينا ماشي انا قلت لك كونتينوس اندوثيليال سيلز كونتينوس بيزل لامينا تمام يبقى انا سميت الكابيلاريز دي كونتينوس كابيلاريز طب لما هي كونتينوس كونتينوس والكابيلاريز الاريا اللي في البادي المسؤوله عن الاكسشينج اوف ماتيريال بتوين الكابيلاريز اند تيشو
كيف بيتم في حالة الاكسشينج في حالة الكونتينوس كابيلاريز؟ كيف بيتم الاكسشينج اوف ماتيريال؟ قالك لان الكونتينوس كابيلاريز فيها شيء بنسميه بينو سيتوتيك فيزيكل. البينو سيتوتيك فيزيكلز هي اللي بتنقل الماتيريال من البلاد ده بلاد النقط الحمراء دي الى ايه الى التيشيو. يبقى فيها بينو سيتوتيك ايه فيزيكلز. قلنا الكونتينوس كابيلاريز دي موجوده وين؟ موجوده بالماسلز، موجوده بالنيرفس سيستم، موجوده ب الايه كونكتيف تيشو. خلاص كده. طيب نيجي للنوع الثاني، في فينستريشن الكابيلاريز ماشي، والفينستريشن دي ممكن تحصل ليها دايفرام يعني مقفوله بدايفرام ماشي، او ملهاش ايه دايفرام ماشي، مفيش بيريسايت، وفي كونتينوس بيزال لامينا. الكابيلاريز دي سميتها فينستريتد كابيلاري، فينستريتد كابيلاري ماشي. المثال بتاعها موجود وين؟ قالك موجود في الاندوكراين والريبرودكتيف اندوكراين ها سيستم، موجوده في الاستومك والانتستين الفيسرال كده ماشي، موجوده في الكدني تمام. دي الفينستريتد كابيلاريز. قالك في نوع ثالث، النوع الثالث ايه؟ في ديسكونتينوس الريجولار ارينجمنت او الريجولار باس او سميه تورشن ايه باس اوف اندوثيليال سيلز ماشي، وزود دايفرام ما فيهاش دايفرام ماشي، وما فيش بيريسايت، وفي ديسكونتينوس بيزمنت ميمبرين. فالنوع دوت بنسميه ديسكونتينوس كابيلاريز او سيناسويدال كابيلاري ماشي كده، وده بيبقى موجود في الليفر والسبلين والبون مارو، وموجوده فيه خليه اسمها ماكروفاج. السؤال الاتي، البينو سيتوتيك فيزيكلز موجوده في انهي تايب؟ موجوده في انهي تايب؟ طيب البيريسايت موجوده في انهي تايب؟ موجوده في انهي تايب؟ البيريسايت موجوده في انهي تايب؟ متاكدين؟ طب ماشي. طيب اللي نلاحظ ايه؟ ما دي مفتوحه اصلا، دي عايزينها ايه؟ تبقى ايه؟ اوبن احيانا واحيانا ايه كلوز ماشي؟ لكن دي لو انت هتقفلها تقدر عندك مصفى في البيت تقدر تقفلها ماشي؟ تقدر على بال ما ست حته تكون سربت من الناحيه الثانيه خلاص؟ ماشي؟ فدي ما فيهاش بيريسايت، دي ما فيهاش ايه بيريسايت ماشي؟ امال دي فيها السيلز اللي فيها اسمها ايه؟ ها؟ ماكروفاج. طب سؤال الاذكياء فقط، الاذكياء فقط. الديسكونتينوس كابيلاريز فيها تو تايبس اوف سيلز، ايه هما؟ اندوثيريال سيل وماكروفاج. سهل صح؟ مش محتاج ذكاء ولا حاجه، عشان قلت الاذكياء فقط انت اخذت وقت التفكير، لكن هي اندوثيريال سيلز والماكروفاج. نعم. الحين اندوثيريال سيل هنا مهم تصل لاي شيء، والطبقه خفيفه ومجرى دم، هي مفروح ما مجرى دم تختفي، هي ماسكه بشيء. لا هي ما هي موجوده، بص حوالين منها صد اهو تمام؟ يعني ايه في صدادات كده يا تركي ماشي، لما تيجي تطيح هتلاقي في شيء حاجز اهو تمام، في شيء حاجز تمام، بس الحاجز دوت انكومبليت انكومبليت خلاص كده تمام، هتفضل ايه موجوده ايه مكان تمام. هي الوظيفه بتاعتها ايه؟ انا عايز رابيد اكسشينج للماتيريال تمام، زي الار بي سي اللي هي بتتكون في البول مارو، عايزه ايه تروح للبلاد بسرعه وينتقل مثلا ايه الهيموجلوبين اللي جاي ايه من الديستراكتد بلاد في السيناسودس كابيلاريز يروح للبون مارو عشان يستخدمه في تكوين الار بي سي الجديده والكلام الحلو اللي انت خدته في الهيمولوبين دوت ماشي. فدي وظيفتها اني عايز رابيد اكسشينج للماتيريال تمام كده، ودي نفسها عايز رابيد اكسشينج للماتيريال، بس عايز ايه يعني نوع من انواع التحكم زي دي، يعني اكتر نوع بيتم فيه الاكسشينج سيناسودال كابيلاريز تمام، يليها او قبلها اللي هي ايه الفينستريتد ايه كابيلاريز ماشي كده يا اخوان. واضح الحال؟ خلصنا كده الكابيلاريز، ندخل على شيء تاني نمسح. طيب احنا قلنا الكابيلاريز بتبدا بالارتري ماشي، شويه كده في اول المحاضره بنسميها ارتيريال او ايه ارتيريال ان اوف كابيلاري ماشي، اللي هي بدايه الكابيلاري، وتنتهي بشيء بنسميه فينس ان اوف كابيلاري ماشي. هي عباره عن كابيلاري دي نوعين او بدايتين او بدايه ونهايه، بدايتها من نهايه الارتري ونهايتها من بدايه الفين خلاص كده.
وقلنا الاريا دي بيتم فيها الاكسشينج للماتيريال او النيوترون. تمام كده ماشي. طيب بعد ما انتهت في الكابيلاري تبدا بدايه الفينا سيستم. الفينا سيستم بيبدا بفين بنسميه بوست كابيلاري لان هو بعد الكابيلاري. بوست كابيلاري فينيول ماشي. البوست كابيلاري فينيول تعال نطبق عليه القانون قاعده تيونيكا انتر اندوسيليوم صاب اندوسيليوم صحيح فاكرين تمام صاب اندوسيليوم ماشي. هنا ايه في بيزا اللامنة تحت الاندوسيليوم تمام صاب اندوسيليوم ماشي تمام كده. في ايه تاني انترنال الى السيكلامنة بعد كده ميديا والميديا قلنا فيها ايه سموز ماسر سيل كولاجين فايبر تاب كام كولاجين فايبر تاب 3 اللي احنا بنسميه ده بنسميه الديكولار 3 يا شباب اللي هو اسمه ديكولار فايبر خلاص كده جلوكوبروتين وبروتوجلايكان ماشي. بعد كده اكسترنال الاستيك لامين ماشي. بعد كده ايه ادفنتيشن كولاجين تايب 1 فايبر بلاس الاستيك فايبر الاستيك فايبر كولاجين تايب 1 سموز ماسل جديدة دي صح؟ فيها كولاجين كده عشان تبقى الامور واضحة اكتر ان شاء الله شرحنا كل واحد لحاله سواء فيها كولاجين ولا هجاوبك حاضر ماشي. ايه الفرصة تعبر عن نفسك ماشي. بص كابيلاري فينيول تعالى احنا قلنا اتفقنا من الاول خالص كده من اول البلوك احنا ده الاستيل ده الرصه بتاعتنا رسوم واللي يجي لك بقى اتكلم عليه يعني حط الاستراكشر ده والجنرال استراكشر وعايز اتكلم على البوست كابيلاري فينيول اروح حط البوست كابيلاري فينيول كده وادي الجنرال استراكشر كده ماشي. واقول لك في تيونكا انتما في ولا ما فيهوش في ولا ما فيهوش في ولا ما فيهوش مفيش ارتري او فين او الليمفاتيك ما فيهوش انتما خلاص يبقى في انتما والانتما دي بتتكون من اندوسيليوم في اندوسيليوم ولا ما فيهوش رد عليا والله العظيم هسعب منك في اندوسيليوم ولا ما فيهوش في اندوسيليوم والاندوسيليوم ليها بيزال لامينا ولا ملهاش مفيش اندوسيليوم ملهوش بيزال لامينا خلاص كده مفيش اندوسيليوم لا يوجد اندوسيليوم في البودي للحين من غير بيزال لامينا ماشي يبقى في بيزال لامينا الاندوسيليوم ولا ما فيهوش طيب في صب اندوسيليوم ولا ما فيهوش بص الصب اندوسيليوم دي موجوده في الكبار فقط تمام اباف 18 فوق 18 سنه ماشي التخان ماشي تمام كده والكده منير الناس الايه الحلوه دي ياسر تلاقي عندهم سبكتينيس تيشيو الفات كتيره لكن عبد واحد ما عندوش ريال ما عندوش خلاص كده ماشي يبقى الصب اندوسيليال موجوده في الكبار فقط ماشي صب اندوسيليال افتكر كده ان هي ايه موجوده في الكبار فقط ماشي يبقى ايه دي مش موجوده الصب اندوسيليال عشان كده احنا قلنا لو تفتكر الارتريول والميتا ارتريول ما فهمش الصب اندوسيليال فاكرين فاكرين ولا لا اوعوا تنسوا فاكرين طيب يبقى هنا في ايه انت ما في اندوسيليوم في بيزال لامينا في ايه ما في صب اندوسيليوم تمام في انترنال الاستيك لامينا من الشاطر يقول لي في انترنال الاستيك لامينا انت الشاطر قول موجود ملهاش بص كلمه الاستيك فايبر مش موجوده الا في الارتري بس خلاص كده الالاستيك فايبر موجوده في الارتري فقط الالاستيك فايبر موجوده في الارتري ولا في الفين حلو كده تمام كده يبقى كلمه الاستيك فايبر انا هنا بص هنا ده فين اهو تمام يبقى مش موجوده تمام انترنال الالاستيك لامينا طيب في في ميديا في موجوده تيونكا ميديا تمام طب الميديا عباره عن سموز ماسل فيها سموز ماسل طيب في فيها ايه كولاجين فايبر تايب 3 اللي هي ريتيكولار فايبر يا اخواتنا فاهمين ولا طب ردوا عليا بس عشان اسخن واعطيكوا الزبده اما هندمك هودي لك على خلاص في ريتيكولار فايبر اللي هي كولاجين فايبر تايب 3 فيها ولا ما فيهاش طيب
فيها جلوكوبروتين ومش عارف ايه. ايوه نسينا نكتب الاستيك فايبر هنا في الميديا. فيها الاستيك فايبر في الميديا؟ لا. ها فيها الاستيك فايبر؟ لا. ما فيهاش ليه؟ الارض الارض. ايوه كده. اللي ده فين؟ الفين فيه الاستيك فايبر؟ لا. الاستيك فايبر لازمتها ايه في الارتري عشان تعمل الاستيك ريكول؟ لان التنشن او البلاد بريشر في الارتري اعلى ولا في الفين؟ الارتري. طيب حلو، البلاد بريشر عالي في الارتري تمام، وهو فيه الاستيك فايبر يتمدد. لو هو ما فيهوش الاستيك فايبر لو هو حصل له اسيد سكلروز زي ما يحصل لك كده اسيد سكلروز وانت عندك 80 سنه ماشي وضغطك يعلى تمام، هتلاقي الارتري ده ربشه ويجي جلطه في المخ وشلل رباعي كده الشغل ماشي. فالالاستيك فايبر موجوده في الارتري بس خلاص كده تمام. يبقى هنا في الاستيك فايبر ولا ما فيهوش؟ في اكسترنال الاستيك لامينا؟ لا. رد عليا، في اكسترنال الاستيك لامينا؟ لا. طيب ماشي. طيب الادفنتيشيا ايهما اكبر في الفين؟ الادفنتيشيا ولا الميديا؟ الادفنتيشيا. هو بص اي شيء صغير يبقى الادفنتيشيا فيه موجوده بس صغيره تمام؟ موجوده بس ايه؟ صغيره. بس هنا هنيجي عند كلمه الاستيك تشطب عليه خلاص كده. يبقى ده الاستراكشر وبوست كابيلاري ايه فينيول. يكبر البوست كابيلاري فينيول. انا حاسس ان انتوا مش فاهمين دكتور. ده تحت الادفنتيشن اول كولاجين تايب 1 كولاجين تايب 1 وفايبر بلاس والاستيك فايبر وسموث ماسك ماشي. طيب بقى يكبر البوست كابيلاري فينيول بنسميه كولكتنج فينيول ماشي. هو على فكره لان هو اول كابيلاري البص كابيلاري اصحى معايا وشوف انا هقول لك ايه وانا سايبها لحد ما الفت نظرك ليه. قلنا الكابيلاري فيها سموز مصل ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش سموز مصل صحيح. وقلنا مكان السموز مصل فيها ايه؟ بريسايت ماشي. الكابيلاري ما فيهاش سموز مصل ومكان السموز مصل فيها بريسايت تمام كده. طب حلو. وقلنا الاكسشينج للماتيريال بيتم في الاريا اللي هي الكابيلاري والبوست كابيلاري فينيول خلاص. قلنا كده في بدايه المحاضره ان الاكسشينج اوف ماتيريال بيتم عن طريق الكابيلاري والبوست كابيلاري ايه فينيول. طيب ليه انت كتبت اللي هنا فيها سموز مصل هي ما فيهاش سموز مصل فيها خليه ايه؟ نقول لك بيري سايد. بص اوعى تنساه يبقى البيريسايت هي الموجوده في الميديا اوف بوست كابيلاري فينيول. البيريسايت موجوده في الميديا اوف ايه؟ مش انت كتبت سموث ماسل؟ ها؟ اشطبها واكتب بالاحمر كده قدامها وبقلم كبير خط كبير كده وبوكس كبير تعملها زي ما انا عاملها. اكتب مفيش سموث ماسل فيها بيريسايت خلاص كده؟ تمام؟ تمام كده عشان ما تنساهاش. عملناها كده عشان ما تنسهاش ماشي. يبقى البوست كابيلاري فينيول فيها بيريسايت وما فيهاش ايه سموز ماسل زي الكابيلاري عشان هي الاريا اوف اكسشينج بتوين التيشو والبلاد هي الكابيلاري والبوست كابيلاري فينيول ماشي كده شباب. يبقى فيها بيريسايت تمام كده. طيب نيجي ليه وخليها كده اهو نيجي لي اريا تاني اللي هي او شيء تاني ستراكشر تاني بنسميه كولكتنج فين ماشي. الكولكتنج فين ده فيه تيونيكا انتما ولا ما فيهوش؟ هو الكولكتنج فين هو الاكبر من البوست كابيلاري فينيول. يعني احنا ماشيين في اتجاه ايه؟ من الكابيلاري الى الهارت في اتجاه العوده. هو الذهاب كان عن طريق الارتيريال سيستم اللي احنا قلناه. احنا ماشيين الحين في طريق العوده. خلصنا من الكابيلاري دخلنا على البوس كابيلاري فينيول دخلنا على ايه الكولكتنج ايه فينيول. هروح في تيونكا انتما ولا ما فيهوش؟ في اندوسيليوم ولا ما فيهوش؟ في اندوسيليوم عبد الله ولا ما فيهوش؟ في بيزال لامينا ولا ما فيهوش؟ ليه في بيزال لامينا؟ عشان في اندوسيليوم ماشي. وليه في اندوسيليوم؟ عشان هو بلاد فيزز ماشي. طيب في سب اندوسيليوم ولا ما فيهوش؟
مفهوش سب انتوسيلير. اي شيء صغير بص الارتريول والميتا ارتريول، البص كابيلاري فينيول والكولكتنج فينيول، مفهومش السب انتوسيلير. اكتبها كده. قال الدكتور جمال بخات الارتريول والميتا ارتريول والبص كابيلاري فينيول والكولكتنج فينيول مفهومش سب انتوسيلير ايه تيشو. خلاص كده. طيب في انترنال الاستيك لاميلا؟ في انترنال الاستيك لاميلا؟ في تيونكا ميديا؟ اي بلاد فيزلز في الميديا، بس الميديا اكبر ولا الاكريتيشيا؟ الاكريتيشيا هي الاكبر. ماشي. طيب نبص على الميديا دي، في سموز ماسل البيريسايت. اكتر شيء في البودي في البيريسايت هو الكولكتنج فينيول. ماشي. وتخلي بالك لما اقول لك ايه البيريسايت موجوده بالبوست كابيلاري فينيول موجود، تمام. وفي فرق بين اقول لك ايه البريزنس اور ماي ديتكتد ان بوست كابيلاري فينيول، وفي فرق بين اقول لك ان الميديا اوف كولكتنج تيبيول كولكتنج فينيول سوري كولكتنج تيبيول دي بتاعت اليوريلاري بتاع السنه كولكتنج فينيول، تمام. الميديا حاجته مليانه بالبيريسايت، يعني اكتر فين اكتر فين في بيريسايت هو الكولكتنج ايه فين، تمام. والفين اللي ممكن تحصل فيه البيريسايت هو البسكابيلاري فينيول. ما اعرفش اتخدتوا بالكم من الحته دي ولا لا، بس هتاخد بالك اكيد. ماشي. طيب ماشي. يبقى دي الكولكتنج ايه فينيول. في انترنال في اكسترنال الاستيك لامينا يا شباب؟ لا. تمام. في ادفنتيشيا تبدا تظهر ادفنتيشيا كولاجين فايبر بس ما فيهاش ايه سموس ماسل. هنا نكتب ايه موس موس ماسل حتى بيريسايت الطبقه هذه فيه؟ نعم الطبقه هذه في بيريسايت في الادفنتيشيا؟ لا موجوده بالميديا بس. بس الميديا. تمام كده. ثواني سيبني اعرفهم الاول. ماشي. ثواني. ده الكولكتنج فينيول. احنا ماشيين في اتجاه العوده الى الهارت. بص كابيلاري فينيول ماشي وكولكتنج فينيول. لو حد فيكم مش مركز او مش فاهم يقول لي غير الاستفسار. انت مش فاهم؟ لا سيب الاستفسار دلوقتي. ماشي. حد مش فاهم يا شباب؟ طيب ماشي. نيجي كبرنا شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بس النقطه اللي عايزين نحتاجها على الميديوم سايزد فين. ماشي. الميديوم سايزد فين؟ في تيونكا انتما ولا ما فيهوش؟ في اندوثيليوم ولا ما فيهوش؟ يا شباب رد عليا الله يرضى عليكم. في اندوثيليوم موجود. في سب اندوثيليوم؟ في. في انترنال الاستيك لاميلا؟ ما في. في انترنال الاستيك لاميلا؟ لا. ليه ما فيهوش؟ فين. تمام. في ميديا؟ ايوه في ميديا. الميديا دي فيها ايه سموث ماسل؟ سموث ماسل يعني عكس يعني ميديوم سايزد فين او ماسكولار فين زي الميديوم سايزد ارتري. ماشي. بجوار الميديوم سايزد ارتري. ماشي. يبقى ده اسمه ميديوم سايزد فين او ماسكولار فين اللي هو ماشي بجوار الميديوم سايزد ارتري. خلاص كده يا شباب؟ خلاص كده واضح؟ طيب ماشي. في الانترنال واكسترنال الاستيك لامينا موجوده؟ لا. طيب مش موجود. في الادفنتيشيا اقول له ده ايه؟ ويل ديفلوبمنت. ماشي. فيها سموث ماسل الادفنتيشيا؟ ما فيهاش سموث ماسل. تمام كده؟ عايزك بس تركز معايا هدلك. انا عارف في استفسار بس خلينا نقول لما الفين بيكبر شويه يبدا يظهر شيء في اليوم داخل الفين. يعني ادي الفين عندي اهو ماشي وادي الاندوثيليال سيلز اللي هي الايه اليومن حقته تبدا تظهر ايه فالف لايك استراكشر. ماشي. لان الفين دوت بينقل البلط في اتجاه الهارت. الهارت هنا فوق رجليك تحت البلط دي ماشي اجينست الجرافيتي. خلاص كده. ممكن يرجع تاني؟ مش ممكن يرجع تاني؟ ممكن. عشان ما نرجعش ربنا عمل له ايه فالفولار ستراكشر في اليومن حاجه الفين. الفالف دوت بيبقى موجود في الفين مش موجود بالارتري. خلاص كده شباب. موجود بالفين وليس موجود بالارتري. طيب الفالف دوت عباره عن ايه؟ اندوثيليوم وخلي بالك من الحته دي وفي الاستيك فايبر. يبقى الالاستيك فايبر موجوده فين؟ في الفالف بس. خلاص كده. موجوده بالكور او القلب او الحشو
حاجة الفاض الموجود بالفين. عارف اللي بيتاب واللي جاي مسددهم في سنة الشهر والله. فاهمين؟ فاهمين؟ أجيب كده. على نفس الكتاب موجود بالفاض. أيوه موجودة بالفاض. فالفاض موجود فين؟ بالميديم سايز. خلاص وبايل أجيب ما اتفقنا. الإلاستيك فايبر موجودة بالفاض. ليه الفالف دوت عايز ايه يتسع عايز يقفل عايز ايه يلاسك فايبر ماشي مرنه تمام اقفل اقفل افتح افتح يبقى لازم يكون فيه الاسك فايبر ماشي تمام كده يبقى الاسك فايبر موجوده بيه الفالف والفالف موجود بيه الفينز وسبيشالي اللارج فين يعني الفالف دي موجوده بالبص كابيلاري فينيول الفالف دي جبنا سلتها في البص كابيلاري فينيول موجوده بالميديم سايز فين او الماسكولار فين رد علي لا طيب الفالف ده موجود بالميديم سايز فين او الماسكولار ايه فين الماسكولار فين فيها الاستيك فايبر فيها الماسكولار فين فيها الاستيك فايبر ما فيهاش تقول ما فيهاش الا في الفالف تمام ولو قلت ما فيهاش افضل ماشي خلاص يبقى ايه الميديم سايز فين ما فيش الاستيك فايبر اكسبت ان هي في الفالف بس في الكور حاجه الفالف اتلخبطتوا اتلخبطتوش ولا حاجه انا عاملها لك جدول ده انا شرحت لك كل حاجه لوحدها هتلخبطك طيب البيري سايد موجوده وين ندخل على اللي بعدها كبرنا شويه من الميديم سايز فين ندخل على ايه اللارج فين ماشي اللارج فين في تيونكا انت ما يا شباب ولا ما فيهوش فين موجود في اندوسيليم موجود والله في اندوسيليم يا راجل في بيزل لامينا ليه في بيزل لامينا في اندوسيليم في صاب اندوسيليم موجود اي شيء كبير في صاب اندوسيليم ماشي طيب التيونكا ميديا اكبر ولا تيونكا الفنتيشيا احنا اتفقنا اتفاق من الاول خالص قلنا الميديا اكبر في الارتر ولا في الفين الميديا اكبر في الارتر ولا في الفين والادفنتيشيا اكبر في الارتر ولا في الفين يبقى اي فين الادفنتيشيا اكبر فيه حتى لاحظ الاتي ان لما حطينا الجنرال استراكشر رحت كاتب لك ايه سموز ماسل في الادفنتيشيا ما كانتش موجوده هناك في الارتري صحيح تمام انت تركي سالني قلت له استنى هوضحها لك حطينا هنا لان دي بتبقى موجوده ب لان الادفنتيشيا والديفلوبت في الفينز تمام واكتر شيء فيه سموث ماسل اللارج فين يبقى الادفنتيشيا مليانه بالسموث ماسل تمام طب الميديا هنا فيه انترنال الاستيك لامينا لا رد عليا فيه انترنال الاستيك لامينا لا. ليه لا ما هو ده كبير في انترنال الاستيك لامينا ولا ما فيهوش ها ده كبير ده فين كبير ما فيهوش الاستيك لامينا الاستيك ما في حلو ليه ما فيهوش ليه ما فيهوش الاستيك فايبر لان البلاد بريشر ما تنساش البلاد بريشر في الفين اقل من الارتري ماشي الفين موصلاتي ما هوش بيأديش وظيفه خلاص لكن الارتري ده بيشارك فيه البلاد بريشر تمام مش انت بتاخد هايبوتنسيف دراج تمام ومش عارف دايليتور ايه دراج ومش عارف نايتور ومش عارف ايه بروسايد والاسماء العجيبه دي صح تشتغل على الارتري اللي راسك ايه فايبر ويل سموث ماسل تحت الارتري ماشي دي مش موجوده بالفين يبقى الفين ما فيهوش الاستيك فايبر لانه ما بيشاركش بالالاستيك ريكول تمام لان البلاد بريشر بتاعه اقل من الارتري خلاص كده يبقى هنا ما فيش انترنال ولا اكسترنال الاستيك لامين في سموث ماسل في سموث ماسل يبقى تاني البيريسايت موجوده وين والكولكتنج تقدر تسمي لي ثلاثه استراكشر فيهم البيريسايت للحين قلناهم الكابيلاري ايوه بس كابيلاري فينيول والكولكتنج فينيول طيب قول لي انه نوع من الكابيلاري كونتينوس ها كونتينوس كابيلاري تمام كده طيب هنا قلت لك في ايه سموز ماسل وهنا فيها ايه في فالف تمام استراكشر ماشي كده ايه ناخد الاستفسارات وضحت هو المين عايز اقول لك ايه بص الطب بيتنسي اي شيء بتتعلمه في كليه الطب بعد ما تتخرج من كليه الطب بتنساه يبقى عندك ايه الكور نوليدج ايه الكور نوليدج معلوماتك المعرفه العامه ماشي ايه هي المعرفه العامه تعرف ان الميديا اكبر في الارتري عن الفين الادفنتيشيا
اكبر في الفين عن الارتري. ماشي. طيب تعرف ايه تاني؟ تعرف ان الالاستيك فايبر موجوده بالارتري وغير موجوده بالفين. خلاص كده. تعرف ايه تاني؟ تعرف ان الفالف موجوده بالفين وليست موجوده بالارتري. خلاص كده. طيب تعرف ايه تاني؟ تعرف ان الانترنال والاكسترنال الالاستيك لامينا والبرومننت فين؟ الارتري. انو ارتري اللارج ولا الميديم سايزد ارتري؟ ميديم سايزد ارتري. الانترنال والاكسترنال الاستيك لامينا والبرومننت في الميديم سايزد ايه ارتري. تعرف ان الصب اندوثيليوم ده نسيج الكبار، الصب اندوثيليال تيشو، تمام؟ ده الكافيار اللي بياكلوا الناس المهمه. ماشي. نسيج الكبار، تمام، اللي هو موجود ايه في اللارج ارتريز واللارج فيز. خلاص كده. تعرف ان السموث ماسل سيل او سموث ماسل موجوده في الادفنتيشيا اوف ايه؟ في لارج فين، تمام. والادفنتيشيا هنا فيها فازه فازوره اللي هي الفين. مش احنا قلنا الادفنتيشيا والديفلوبت في الفينز، تمام، وقلنا الفازه فازوره او النيرفي فاسكولاري موجوده بالادفنتيشيا تبقى اكتر موجوده وين؟ بالفين. صحيح كده. يبقى الفازه فازوره والنيرفي فاسكولاري هتلاقيها تحصلها فين؟ في اللارج فين. صحيح كده. صحيح ولا انتوا متلخبطين؟ صحيح. تمام. بص ارسم الجدول، اكتب اي استراكشر يخطر